أهم نحن أم نحن هم؟ إلى متى نبقى نسف الغاز ونشرب البترول ونقول أننا تطورنا؟ هل يؤدي ارتفاع أسعار البترول إلى الارتفاع في المدخول يتساءل الجميع؟ أما آن الأوان لنا أن تكون لنا النخوة ونقضي على آفة الرشوة؟ هل تحولنا إلى بلد 10,000 ملياردير و10 ملايين فقير؟ هل تحول المليونير إلى مديونير والملياردير إلى ملياردير؟ هل إذا تسلفت أنا 1,000 مليار أصبح ملياردير أتساءل أنا؟ هل إذا اقتنعت أنا براتبي والمقدر باسميك أصبح مديونيرا؟ هل تحولت البنوك إلى مغارات علي بابا يتحصن بداخلها 40 حرامي؟ كيف لهذه البنوك أن تتسرب منها هذه الأموال؟ وكيف فتحت أبوابها؟ هل بكلمة افتح يا سمسم؟ هل أصبحت الشركات الخدماتية والمؤسسات البنكية للمواطن بمثابة كاميرا مخفية؟ هل أصبحت فضائح البنوك بمثابة آخر نكتة؟ لن تشاهدوا لهذا ولا ذاك في برنامجكم الاتجاه المشاكس من قناة القصديرة التي لن تروها أبدا. في خاطر وجوه الخير اللي صار بهم الطير وتخلطوا لهم لزافير